بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا الليلة عن ابن الدبيحين، أنا ابن الدبيحين، هذا من قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما المقصود من هذا الكلام؟ نريد أن نتعرف عن الشمائل المحمدية وعن الصفات والشخصية النبوية خلال هذا الشهر الفضيل، شهر ربيع الأول، شهر ربيع الأنوار. كل يوم نتناول صفحة مشرقة من حياة هذا النبي المصطفى، نقربه إلى الأفهام حتى يغرس حبه في القلوب، ثم يترجم في سلوكنا ومعاملاتنا، ثم نحظى بشفاعته يوم الدين. اللهم آمين يا رب العالمين. جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معه جماعة من الصحابة، وطلب منه طلب، قال: ألتمس منك كذا وكذا يا ابن الدبيحين، يا ابن الدبيحين. فتعجب الصحابة، قالوا: ما معنى ابن الدبيحين؟ فأخبرهم النبي الكريم بأنه فعلا هو ابن الدبيحين. الدبيح الأول هو سيدنا إسماعيل عليه السلام، والدبيح الثاني هو عبد الله رضي الله عنه. أما إسماعيل فمعظم الناس يعرفونه، فالجد الأكبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو إسماعيل، والأب الأكبر هو إبراهيم. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم. فإبراهيم الخليل هو أبو الأنبياء. والجد الأكبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو إسماعيل، يسمى بالدبيح الأول. باختصار قصته معروفة لديكم، وهذا من باب التذكير، أن الله عز وجل أراد أن يمتحن إبراهيم الخليل في إيمانه، لأن إبراهيم كان خليل الله، كان حبيب الله، ولكن قلبه صار متعلقا بابنه وفلدة كبده. أنجبه بعد أن قضى 90 سنة، صار هرما، ثم أكرمه الله بالمولود، فكان هذا المولود قريبا إلى قلب إبراهيم، محبا له، متعلقا به. فأراد الله عز وجل أن يقيم الحجة، اختبار هل الله تعالى أكرم وأعز وأعظم أم إسماعيل. فرأى رؤيا منامية. سيدنا إبراهيم كان نائما في مكة المكرمة بجوار بئر زمزم، في هذه المنطقة التي نراها الآن في الصورة. لما نام رأى رؤيا: يا إبراهيم، إن الله يأمرك أن تذبح ابنك إسماعيل. فاستيقظ فزعا، ثم قال: ربما هذه مجرد رؤيا، أضغط أحلام، لكن رؤيا الأنبياء هي وحي. فتساهل. في اليوم الموالي سمع نفس الصوت ورأى نفس الرؤيا: يا إبراهيم، إن الله يأمرك بذبح ابنك إسماعيل. في اليوم الثاني كاد أن يصدق، لكنه تلكأ ولم ينفذ. وفي اليوم الثالث جاءته الرؤيا مرة أخرى بشكل قوي، فسيدنا إبراهيم هنالك امتتل وقدم إلى ابنه إسماعيل، وكان عمره آنذاك 13 سنة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كان يقومان ببناء الكعبة المشرفة. ولما انتهيا جاء عنده وقال: يا بني، يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. إسماعيل عليه السلام كان كريما، لم يمتنع ولم يفزع، بل قال في ثبات، قال: يا أبتي، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وفعلا سيدنا إبراهيم سيأخذ ابنه إلى المذبح في بقاع مكة المكرمة، ومروا على الجمرة الصغرى، فتلقاه إبليس فرجمه هناك، أراد أن يوسوس له. قال له: يا إبراهيم، هذه مجرد رؤيا، وإن رؤيا الأنبياء ممكن أن تفدي فيها، وممكن. وكاد أن يخضع قلبه، لكن رماه بسبع حصيات
عند الجمرة الصغرى، ثم تلقاه عند الجمرة الوسطى ففعل مثل ذلك، ثم عند الجمرة الكبرى فرماه كل مرة بسبع حصيات يقول اخسأ عدو الله بسم الله الله أكبر، فرجع إبليس. فلما وضع ابنه على المذبح ابنه قال له يا أبتي هذا قميصي أزله عني فيه عرقي حتى تعطيه إلى أمي، كلما اشتاقت إلي تشم رائحتي، يا أبتي أكفف ثيابك حتى لا يتلطخ بدمي فإذا رأيت دمي ستشعر بالحزن والأسى، يا أبتي احكم عقالي اربطني مزيان عند الذبح، يا أبتي حد السكين حتى إذا ما ذبحتني لا تتردد. مع كل هذا سيدنا إبراهيم كان قلبه يرتجف، كلما أمسك السكين كان يشعر بالرعشة. فابنه قال يا أبتي سوف أنحني ساجدا لكي تذبحني من عنقي من القفا وليس من الأمام، لأن كلما جاءت عين إبراهيم على عين إسماعيل رق له وشعر بالحزن والأسى وضعف، فسجد إسماعيل عليه السلام وانحنى للجبين، ثم بدأ إبراهيم عليه السلام يذبح. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي افعل ما تؤمر. هذا جوهر الدين، جوهر الدين افعل ما تؤمر، لا تسأل كيف ولماذا وما السبب، نفذ ابتغاء مرضات الله، افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما تله للجبين فديناه بذبح عظيم، لما أسلم وتل جميع الجبين فديناه بذبح عظيم. وقال هذا الذبح عظيم، جاءه خروف سمين وبأقرن ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد، حتى قال ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان يرتع في الجنة 40 خريفا، هذا من خرفان الجنة. فتقدم هذا الخروف وفداه، وأنذاك نجا إسماعيل عليه السلام. وهنالك دعا إبراهيم الخليل قال ربي وبعت فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فكان من نسل إسماعيل عليه السلام أن جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لما نجح إبراهيم وإسماعيل في الامتحان ربنا يعطي الجائزة، أما جائزة إبراهيم صار يلقب بخليل الله، هو ليس عبد الله، خليل الله، نحن كلنا عبيد لله، لكن إبراهيم عنده مرتبة رفيعة يسمى خليل الله. وإبراهيم الذي وفى أعطى فأجزل العطاء، مقامه رفيع أبو الأنبياء. أما جزاء إسماعيل فربنا بشره بالنبوة وهو ابن 13 سنة، بل وبشره بأن يخرج من صلبه خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذبيح الأول. أما الذبيح الثاني لما قال النبي الكريم أنا ابن الذبيحين، من هو الذبيح الثاني؟ هو أبوه عبد الله رحمه الله تعالى. وقصته أن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم كان من كبير القوم، كبير القبيلة في قريش، وكان يقوم بشؤون الكعبة، عنده ما يسمى بالرفادة والسقاية والمفتاح واللواء، هذه وظائف. السقاية يعني هو مسؤول عن بئر زمزم، والرفادة الإطعام للحجيج، والمفتاح عنده مفتاح الكعبة يدخل ويخرج كما يشاء، واللواء عنده القدرة على أنه يقوم في الحرب وفي السلم. سوف نكمل أيها الأحباب الكرام اللحظة، حان وقت آذان صلاة المغرب، نكمل إن شاء الله تعالى هذه البقية. فقلنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذبيح الثاني لديه هو عبد الله عليه السلام. كانت قبيلة اسمها جرهم، قبيلة جرهم كانت غضبت على، نعم الآن حان وقت أذان صلاة المغرب، نرفع الأذان ونواصل بإذن الله، تقبل الله من الجميع. أيها الكرام نواصل وإياكم حلقة هذا اليوم، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن الذبيحين. الذبيح الأول تعرفنا عليه وهو إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم الخليل عليه السلام. أما الذبيح الثاني فهو عبد الله
أبو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو أيضا ذبيح وكاد يذبح. ما قصته؟ قصته أن العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحكمهم النظام القبلي، ووقع صراع بين القبائل، وإحدى القبائل متمردة اسمها قبيلة جرهم قامت بردم بئر زمزم. هذا البئر الذي يشرب منه الناس وهو منبع الحياة قامت بردمه. فكان عبد المطلب هو كبير القبيلة، كان ينقب ويبحث عن البئر ولا يكاد يجده، فصار يدعو الله تعالى أن يوفقه لإيجاد البئر. وبينما هو يحفر إذا به يقع على حفرة فيها كنوز، فيها ذهب وفضة ولؤلؤ ومرجان. فلما عثر عليها سيوف قديمة ذهبية وحلي وجواهر، قالت قريش: هذا المال لنا جميعا، إنه وجد في أرضنا. فقال ابن عبد المطلب: قال هذا المال هو يخصص للإنفاق على الكعبة وعلى الحجيج وعلى شؤون العبادة. فتغلبوا عليه وأخذوا منه المال عنوة، وكان وحيدا فقدم ندرا، قال: يا رب، إن أكرمتني بعشرة من الأولاد ذكور حتى كبروا وصاروا قادرين على الدفاع عن الحرمات، والله لأنحرن أحدهم عند الكعبة، ندرا علي أن أنحر أحدهم عند الكعبة. وكان الناس كلهم يستمعون. وفعلا مرت سنين وأكرمه الله تعالى بالأولاد، حتى فعلا تم عشرة من الأولاد، وكلهم قد كبروا وصاروا رجال يحملون السلاح وينكأون العدو. فقالوا له: يا ابن عبد المطلب، قال لها: ينبغي أن تفي بندرك أن تذبح أحد أولادك. فجمع أولاده وأخبرهم بالخبر، ثم أقرع بينهم القرعة، فكانت القرعة من نصيب عبد الله، هو أصغرهم وهو أحبهم إلى قلب أبيه عبد المطلب. كان عبد الله هو أبو سيدنا محمد، فيه وداعة وفيه وسامة وفيه لطف، وقعت القرعة عليه. قالوا: ما رأيك يا عبد الله؟ فقال مثل ما قال إسماعيل: يا أبتي، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أخذه ليذبحه عند الكعبة والناس كلهم كانوا ينظرون، جاء أخواله من بني النجار وقالوا: يا عبد المطلب، أنت لك فيه نصيب ونحن لنا فيه نصيب، لن نسمح لابننا أن يذبح. فصار النقاش والجدال، وقالوا: هل من حل؟ فسألوا امرأة معروفة بالعلم والمعرفة اسمها سودة، امرأة مسنة عجوز، قالوا لها: هل عندك من علم من أقوال الأنبياء والمرسلين السابقين؟ قالت: نعم، في هذه الحالة ممكن أن أجد حلا. ما هو الحل؟ وهو الفداء، نفدي عبد الله. بكم؟ قالت: القدر الأقل هو 10 إبل، نفديه بعشرة من الإبل، ونقيم القرعة بينه وبين الإبل، فإن وقعت القرعة في الإبل ذبحناها وناجى عبد الله، وإذا وقعت القرعة في عبد الله زدنا عدد الإبل 10 10 10 10. فهكذا كان، كلما وضعوا القرعة كانت تقع على عبد الله، فيضاعفون عدد الإبل من 10 إلى 20 إلى 30 إلى 40، حتى وصلوا إلى 100 ناقة. آنذاك لما أقاموا القرعة وقعت على الإبل ونجا عبد الله، فقالوا: نعيد القرعة مرة ثانية حتى نتثبت. فأعادوا القرعة المرة الثانية فوقعت على الإبل، فقالوا: نعيد للمرة الثالثة. فثلاث مرات يعيد القرعة وتقع دوما على الإبل ونجا عبد الله. فكان اليوم يوما عظيما ومشهودا، وفديناه بذبح عظيم. إسماعيل عليه السلام فداه الله تعالى بكبش كان يرتع في الجنة 40 خريفا، كبشا أملح وعظيم المنظر، سماه ربنا وفديناه بذبح عظيم. وسيدنا عبد الله أيضا فداه الله تعالى 100 ناقة من الإبل. آنذاك الناس كلهم فرحوا وقالوا: هذا فداء، الكل يأكل، العرب كلها تأكل وكلها تتنعم، ونعطي اللحم لمن أراده. فجاءت القبائل من كل مكان وذبحت 100 ناقة في يوم واحد، 100 ناقة، والكل أكل، وصار عبد الله مشهور والقضية مشهورة. فقالوا: نزوجه. فزوجوه من بني النجار مع آمنة بنت وهب،
شابة صغيرة السن طيبة القلب من أنبل العروق القبلية، تزوجها فدخل بها تلك الليلة وأقاموا زفافا وعرسا. وقالت آمنة رضي الله عنها: رأيت شيئا يخرج من صلب عبد الله فيستقر في رحمي. قالوا: هذا ما تشعر به كل النساء مع أزواجها. قالت: لا، إنه نور يسطع من كل مكان استقر في بطني. بعد مرور تقريبا بضع أشهر سافر عبد الله للعمل، كانوا يتاجرون القرشيون رحلة الشتاء والصيف، كان متجها نحو الشام. وبينما هو في الطريق ضربته ضربة شمس حمى شديدة فمات في الطريق، مات عبد الله. ولا زال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جنينا صغيرا في رحم أمه. لما أمر الله تعالى الملائكة بقبض روح عبد الله تفاجأت الملائكة في السماء وقالت: يا ربنا، هذا نبيك وصفيك سيصير يتيما وهو جنين وسوف يصير فقيرا. فقال الله تعالى: أنا كافله، أنا مربيه، أنا أولى به من أمه وأبيه. هكذا كانت قصة أنا ابن الدبيحين. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم جاء نسله من طاهر إلى طاهر إلى طاهر، فنسبه يمتد إلى سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام. ومن ثم ورث النبوة وورث الحكمة وورث الصلاح والفلاح، بل إن جميع الخيرات والبركات التي تفرقت في الأنبياء اجتمعت في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الأيام نحن نعيش ذكرى مولده الطاهرة في ربيع الأول، ربيع الأنوار، ربيع الخيرات والبركات. فاللهم أهله علينا بالتوفيق وباليمن والإيمان والخير والبركة. اللهم يا رب صل على هذا النبي المختار. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا مستنين بسنته. اللهم اسقنا شربة ماء من حوضه لا نظمأ بعدها يوم القيامة، وارزقنا يا رب العالمين شفاعته يوم الدين، وارزقنا جواره في أعلى جنات الخلد، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعل هذا الذكرى السعيدة تكون على أمتنا الإسلامية بالأمن والأمان، وبوقف سفك الدماء، وبنصرة الإسلام والمسلمين، ونصرة إخواننا في فلسطين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تعم عنا الخيرات والبركات بجاه النبي المصطفى الأمين. اللهم صل وسلم على محمد بن عبد الله القائم بحق الله. ما ذاق أمر إلا فرجه الله، ما ذاق أمر إلا فرجه الله، ما ذاق أمر إلا فرجه الله. وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عدنا إليكم مستمعي الأفاضل لنواصل هذا اللقاء المبارك، ونذكر بأرقامنا الهاتفية الموضوعة رهن إشارة الجميع، وهي كالعادة 0522-88-0060 أو 61 أو 62، أو الرقم الهاتفي 0522-46-72-50 أو 51 أو 52. مرحبا بكل المكالمات. نبدأها من إقليم بن قرير، معنا السي عبد الإله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عسر مبارك، عمي طيب. الله يبارك فيك مولاي، أهلا وسهلا بك. وإن شاء الله هذه الذكرى تكون إن شاء الله رحمة وبركة يا رب على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرتنا عمي الطيب بهذه الأجواء كما يقول ربنا عز وجل: وذكرهم بأيام الله، ما هذه إلا ذكرى لنحي في قلوبنا. الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، ونذكرها كل وقت وحين، أنها تنفع المؤمنين وتنفع الصادقين وتزيدهم إيمانا على إيمانهم. لا إله إلا الله. والحمد لله ترشف النبي صلى الله عليه وسلم المعاناة اللي عاشها من عيشوش منها احنا حتى الربع أولى القليل فيها ما شاء الله. وعاش صلى الله عليه وسلم كان فقيرا يتيما ووصل الرسالة وأدى الأمانة، والحمد لله على لطفه أن من علينا هذه الأيام. لا لا، ولو كان بغينا تحيي كل الإخوان اللي تستمع لي الآن، والله يرحم الوالدين عمي الطيب ويسهل عليك ويجعلك لنا نور وبركة على هذه الأيام اللي ذكرتنا بها، بارك الله. وفرصة اللي كان عنده شي واحد مخاصم معاه
تمشي تصالح معاه وتحيي صلة الرحيم وتكون فيها الزيارة بين الأحباب وبين الأهل وبين الأقارب. وكنتمنى الله سبحانه وتعالى يفرج على كل مسلم ومسلمة في الكيس معنينا الآن. وكنبغي نحيي خويا سامي في الإخراج واللي كنت سيدي الطيب والعائلة ديالك الصغيرة والكبيرة. بارك الله فيك. يرحم الوالدين. ولذلك التذكير عمي الطيب كاين الحمد لله أهل الخير اللي دخلوا شجرة أمل شجرة أمل للمكفوفين وزاروا القناة. وحتى منهم اللي بغى يذكر يدير معاناة عبد الإله بن جرج يطلع عليه الفيديو بالصوت والصورة. الله يجزيكم بالخير عمي الطيب ولا تنسنا من الدعاء. الله يحفظكم أبو ليس عبد الإله. كنشكروك على هذه الكلمات الطيبة خصوصا هذه الوصية اللي وصيتنا بها. وهي أننا في هذه المناسبة ديال المولد النبوي الشريف نحن مطالبين بإحياء القيم الأخلاقية تبعا لوصية النبي حينما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وأبرز خلق ينبغي أن نتسم به في هذه الأيام هو صلة الأرحام واستقبال الضيوف في بيوتنا وإكرامهم بالطعام وبالكلمات الطيبة. وإذا كانت هناك حزازات أو كانت هناك خصومات ينبغي للإنسان أن يزيلها من قلبه. فإن لم يستطع فليتصدق بها لله. أقول أتصدق بعرضي لعل الله تعالى يتقبل مني. فأسأل الله تعالى أن يجمع شمل الأحبة وأن يحقن النفوس ويحقن الدماء ويعيد المياه إلى مجاريها. إنه سميع قريب مجيب. ونتحول إلى أسفي معنا السي فؤاد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لعم الحاج كدير بخير. الله يبارك فيك سيدي بارك الله فيك. تحية كبيرة وتبارك الله عليك. تبارك الله عليك تنورنا. الله يزيدك نور في نور. تبارك الله على السيرة النبوية الحمد لله عاطرة عاطرة يعني والله لا تقشعر الجلود وما شاء الله الحمد لله. لا إله إلا الله. احنا مرحومين وهنيئا لنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نحمد الله على هذه النعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الأمن والأمان يا رب الكريم. الحمد لله شكر لله. والله إلى الأمم الحمد لله كتبها بالأمة الإسلامية وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. سي الحاج نتمنى لك التوفيق ونتمنى لك السعادة وكل سعادة في حياتك المهنية والشخصية والعائلية يا رب الكريم. يا رب يا رب. وشي سامي تا والله يوفقوا الخير ومولاي أحمد الشرعي. والحمد لله احنا كإخوان مكفوفين الحمد لله فرحانين بهذه الذكرى الحميدة ذكرى يعني المولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ننصح كنصح نفسي والإخوان المكفوفين يعني بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني قد ما صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم لهم الخير ولهم الفضل إن شاء الله من 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 من, من الباري يعني من الله تبارك وتعالى. الحبيب الكريم غادي يزود علينا وغادي يوفقنا للخير وغادي يصلح لنا الأبناء. والحياة ديالنا غادي تكون منورة الحمد لله بإذن الله. حاجة ودخل علي الولية ديالي دابا محمد إسلام الله يصلحه الله يصلحه ودخل هو الأم ديالو ما شاء الله الله يحفظهم لي دا علي مع السي الحاج الله ينبته نبتة حسنة يكون إن شاء الله من العلماء العاملين والصلحاء المباركين. نعم السي الحاج الله يخلي لك صحتك. واحد سيد من أهل الخير بحال وجهك تفضل علي الحمد لله وشترى لي واحد البقعة اللي بيشارة الخير واحد 60 مترو بارك الله. يعني 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 اللي كن كنقوله لكم الحمد لله. الله يبارك لكم الله يبارك. يعني في شوية في العشوائي ماشي مشكل الحمد لله. الحمد لله. يعني بحد 3 مليون. وأنا في الناس الإخوة المحسنين اللي بغي يتفضل وبغي يجود من الكرم دياله وبغي يوقف لي على وخندور بها غير الساس ديالها وندور لها غير وخا غير بويت فين نسكن فيه الحمد لله. بغي يجي يشوف الوثائق بشريت بشرها لي السيد وباش كذا مرحبا غير هو الحمد لله. يعني انا ما بغيت لا فلوس لا والو غير شي من اهل الخير يعني شويه الحديد بحكا وشويه السيما وداك الشيء باش يصلح لي فيها غير شي بويت بحكا باش نستقر فيه انا وهاد الوليد هذا ومولا الدار. انت كتعرف اسي الحاج يعني العين بصيره واليد قصيره كل شيء غلا ما عنديش جهد الحمد لله ولكن جهد الى جهد الله. داك الشيء اللي كنتمنى الحمد لله أنا توفقت فيه الحمد لله. يعني البقعة هي كاين الحمد لله. وإذا كان شي حبيب بغي يستعد ويبني لي قبر الحياة فين استقر فيه حتى يديم الأمانة أمانته إن شاء الله. الله يزيده من فضله الله يبني لي قصر في الجنة يا ربي يا كريم في هذه العواشير يا رب. وفي ذكرى الحبيب المصطفى يا ربي تصلح لي الأبناء وتوفقوا الخير
وتبني لي قصور قصور في الفردوس الاعلى الى يبعثوني يا رب الكريم. يا رب يبغى يفوت من فضله من احسان ديالو. نعم. راه الرقم ديالي معاناه فؤاد من اسفي. نعم. يكتبها في شجره الامال للمكفوفين. نعم. بالعربيه شجره امال للمكفوفين بالعربيه، ويكتب معاناه فؤاد من اسفي، راه يلقى الرقم ديالي او يدخل عندكم انتم الاذاعه خويا سامي ويعطي الرقم ديالي من اهل الخير والفضل، الله يزيدكم من احسان ديالو. وسي الحاج الحمد لله هادشي بالفضل ديالكم وفضل الله تبارك وتعالى، توصلنا مع هاد المحسنين والحمد لله ساعدونا، ما نكذبوش على الله ساعدونا الحمد لله. وحنا الحمد لله انا غادي ندق دقه درجه درجه، اللي في قلبه الخير راه غيعطي الله الخير، وانسان ما يستعجلش ويصبر. راه لم كتب لي الله شي حاجه في الحياه الدنيا غادي يعطيها لي، ولا ما كتبهاش لي الله غيخليها لي في الاخره. حاشا وكلا، واش الله باغي يعذبنا او باغي ما ينقص لينا الرزق؟ كلا، ما غادي تموت هنا الا النفس حتى تكمل الرزق ديالها، قليل ولا كثير. لا اله الا الله. تحيه لك كبيره ابو الحاج، الله ينورك نور في نور، الله يخليك لابناء وشافي لك الوليد. شكرا. اللهم امين. شكرا شكرا سي فؤاد، وانت رجل مبارك وتستحق الخير، وهنيئا لهذا المحسن زاده الله من فضله ومن نعيمه. وحنا كل مره كنسمعوا واحد من اخواننا المكفوفين واخواتنا المكفوفات كنسمعوا البشاره، هذا قضيت حاجته، هذا تم علاجه، هذا اعطي كذا وكذا، هذه اخبار ساره كتفرحنا، الله يجازي هاد اهل الخير على ما يفعلون من خيرات. وطبعا بقى فئه اخرى عريضه من المكفوفين بالعشرات او بالمئات اللي باقي مساكن في وضعيه صعبه، نتمنى ان شاء الله ربي يفتح لهم باب الرزق وباب الكرم وباب العطاء. وهذه فرصه مناسبه ديال المولد النبوي الشريف، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وهاد الاخوه المكفوفين راهم مساكن غير قادرين على العمل لانهم معذورين، مرفوع عنهم القلم كونوا انه فاقد للبصر، ما يقدرش يزاول شي مهنه الا نادرا، فهم كيستحقوا الاكرام. وسبحان الله العظيم واحد العدد منهم كيتواصلوا معايا كنلقاهم فرحانين ملي تقلت لهم حوائجهم، خصوصا السكينه، الا كان عندهم سكينه كيفرح، يقضي لله الحاجه ديال السكينه كيفرح قبر الحياه، لانه كيكون في الغالب ملي كيبقاو بلا زواج. لماذا؟ ما عندوش السكنه، ما عندوش الخدمه. وكاين اللي كيزعم وكيتزوج وما كيلقاش فين يسكن، كيسكن مع العائله، وكدوز واحد المده كيلقى مناوشات، واحد العدد منهم داخل معاهم في الشؤون العائليه ديالهم، كيحكيوا لي المعاناه، كتحاول ندخل بالصلح بين العروسه والعجوزه وبين الاخوه، كيكون شنآن، ما يقدرش ينصرف على العائله ديالو، وما يقدرش يخرج يكري، وما يقدرش يشري. فمن اللي كيظهر شي واحد من اهل الخير وكيوفر ليه السكينه، راه بحال قدم لي مفاتيح الجنه فوق الارض. فشكرا لهؤلاء اهل الاحسان اللي قدموا هذه الخيرات والمساعدات، وكنتمنوا ان شاء الله الاخوه اللي هما باقين مكفوفين حتى هما ربي يمكنهم من هذا الرزق ويفرحوا اجمعين ويسعدوا اجمعين. وهنيئا مغربنا الحمد لله، فيه الخير وفيه الاحسان وفيه اهل الايمان، اللهم بارك وزيد في ذلك، اللهم امين يا اكرم الاكرمين. ونتحول الى اقليم الصويرة، معنا الاخت حليمة. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دير عني بخير الحمد لله بنتي، الله يطول عمرك ويحفظك ويرعاك. دير الوليدات ومرات الدار. الحمد لله كل شيء بخير ولله الحمد. نهار كبير هلا. الله يكبر بك بنتي، الله يسعدك ويحفظك ويرعاك. شكرا، ربي يخليك طول عمرك، راك منور الإذاعة وقلوب المستمعين. جزاك الله ألف خير. بغيتك أمد لي شي دعاء الوالدة. أيه. دير معايا شي دعاء الله يخليك، وكنطلبك وحط لي ظهرها الناس تعدك. أيه. عيط ليا ودير فيا واحد الخير زاري ليا وليك، بغيت نخرج شي حاجة الله يرحمك الوالدة. واخا بنتي بإذن الله نحاول ناخذ الرقم ديالك بنتي لالا حليمة، الله يفرج عليك ويحفظك مولانا. آمين. وعيط لي الله يحفظك. واخا بنتي بإذن الله. واخا بنتي. هي الدار بيضاء وإن شاء الله نزيد نزوركم. مرحبا مرحبا، الباب مفتوح بنتي، يا اهلا وسهلا بك، الله يصلحك ويحفظك ويحفظ لك الله الوالده ويطول لها العمر ويزكي لها الاعمال ويفرحك برضاها. واسال الله تعالى يصلح الشباب ديالك وينور لك الطريق، وداك الشيء اللي في القلب والضمير والنفس ربي اعلم به، اسال الله تعالى ان يعجل لك بالفرج ويحقق لك الرجاء، انه سميع قريب مجيب. وحنا سعداء بالتواصل ديالكم أيها الأحباب الكرام، وحنا كنعيش هذه المناسبة السعيدة ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغينا نعيشها
بالأفراح ونعيشها بالسعادة وبالهناء ونستفيد من مقاصدها. من المقاصد ديالها هو أننا نجدد الإيمان في قلوبنا ونوقر سنة النبي المصطفى في نفوسنا، ثم بعد ذلك نتراحم ونتعاون فيما بيننا ونصل الأرحام ونساعد الفقير والمحتاج ويدعو بعضنا لبعض بالهداية والصلاح والرشاد، إنه سميع قريب مجيب. ونتحول من الصويرة إلى سيدي قاسم، معنا للا أمينة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بخير الحمد لله بنتي أمينة، الله يطول عمرك، يا مرحبا. أول حاجة كنبغي نشكرك بزاف على هذا البرنامج الشيق اللي تعلمنا منه بزاف ديال الحاجات الزوينين وبعدنا من بزاف ديال الحاجات الخايبين. ربي اللي غادي يجازيك على هذا الخير، وكنتمنى لك إن شاء الله جنة الفردوس الأعلى يا رب، ونطلق وربي يجعلنا كاملين منها يا رحمن يا رحيم جميع المسلمين والمسلمات يا كريم. آمين يا ربي. عمي كهيبا، بغيت غير نعاود ليك إلا كان ممكن وما ناخذش من وقتك. مرحبا، تفضلي بنتي، احنا كلنا آذان صاغية. هذه عامين قبل في 2022 كنت عايشة عادية، ما كان عندي حتى شي حاجة. نعم. واحد نهار كنت نعسة في الليل مع جوج ديالي، صافي فقط كنحس براسي بحال اللي غادي نموت، وصافي بحال اللي فعتي وصلات، بقيت كنغوت كنقول لهم صافي غادي نموت. صافي من بعد صافي بدات الحكاية ديالي، بقيت كنمشي للطبيب ما عندي حتى شي حاجة، ما عندي كنمشي للسكانير كيقولوا لي ما عندك حتى شي حاجة، ليرين ما عندك حتى شي حاجة، طبيبة الثانية الدواء ما حتى حاجة ما قدرت فيا. تخيل معايا عمي قريبان، في العز ديالي بقى عقلة، كنت يلا غادي يخرجوني صافي عادية كنضحك شوية، صافي بقيت كنصف شعري وكنحيد الحوايج كنقول لهم أنا ما بغيتش نمشي لهذا العرس، بغيت نمشي بحالي، غير طلقوني وخليوني نمشي بحالي. وأنت عروسة؟ أنا عروسة. الله الله. تخيل معايا عمي قريبان، أنا كي بحال هكا كيطلعوني يلبسوني يبدلوا لي اللبسة، كنقول لهم واش أنا طلعت في العمارية؟ غير متكذبوش عليا، قولوا لي بالصراحة، كيقولوا لي راه أنت طلعت في العمارية وراه أنت تو، كنقول لهم أنا ما قلت حتى حاجة، راه ما حاسش بأني أنا عروسة، راه ما حاسش، كنقول لهم صافي غير حبسوا لي هادشي وخليني نمشي بحالي. الله أكبر، لا حول ولا قوة. صافي من بعد عمي قريبان صافي عرفت بأنني عندي السحر. صافي من بعد بقيت كنمشي الرقاد، بقيت كندير صافي مني عرفت شكون، عرفت يعني شكون اللي أداني وشكون من أقرب الناس ليا اللي ما كنتش كنتوقعها من عنده مع عمي قريبان، أقرب الناس ليا. كتخيل معايا عمتي اللي كنت كنعتبرها بحال ماما، ومن اللي عرفتها هي اللي دارتها لي، ومن اللي والدتها وقلت لها غير قولي لي علاش أديتيني شنو درت ليك. تخيل معايا عمي قريبان ما نكرهاتش، قالت لي أنا داك الشيء اللي درته كاع ما بان ليا. قلت لها شنو بغيتي تشوفي فيا؟ قالت لي بغيت نشوفك بحال الحمقى ودا العش سريع وعاد نبرد. لا حول ولا قوة إلا بالله. تخيل معايا عمي قريبان، كتخيل معايا ما كنخرج من الدار بحال كنشوف التمر فوق الطابله، خصني نهزو وقت راسي، خصني نتاحر، خصني نموت، ما بقيتش قادره نعيش. صافي كرهت كل شيء، كنبغي غير نهرب نطج وما يلقانيش حتى شي واحد، صافي عييت من الدنيا بزاف. الله يشافيك بنتي ويحفظك يا رب، لا حول ولا قوه الا بالله. لا امينه انقطع الخط، هذا اللي وقع لك يعني من خلال الكلام ديالك يتبين انه سحر الفزع والهلع، هذه أعراض ديال السحر لأن ماشي طبيعية. المرض إلا كان طبيعي يكتشفه الطبيب بكل سهولة، كتجلسي معاه جلسة كلينيكية أو فحوصات طبية بسيطة أو حتى تحليلات وكيعرف أصل المرض، لكن المرض الذي لا يظهر للطبيب وكيبقى موله يعاني كنقولوا هذا إما مرض نفسي وإما مرض روحاني. والحالة اللي قلتي هي واضحة، علامة السحر اللي هو كيتسمى السحر الفزع والهلع، حيت كاين سحر الجنون وكاين السحر ديال الطج وكاين سحر البوار وانواع، الله يستر، هي صناعه خطيره ديال الاذى، كلها من الشر وابليس كيشتغل فيه واعوانه والعياذ بالله. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كيوقع الحسد بين الاقارب، ما تفاجئيش بنتي، في القران العظيم ربنا قص علينا كيف ان يوسف عليه السلام اذاه اقرب الناس اليه، آذوه الإخوة ديالو شعروا بالغيرة لأنه كان جميل الصورة وكان ودود وكان أبوه يعتني به، فقالوا أبوه يفضله علينا،
شعروا بالغيرة وبالحقد ثم فكروا في التخلص منه، ثم دبروا له المكيدة ورموه في البئر وكادوا أن يقتلوه. هذو الإخوة ديالو. ولكن فيما بعد ربنا علمنا، بغي علمنا في الأول بأن الإنسان ما يتفاجأش إلى شي واحد من المقربين لقيتي بأن فيه هذه الصفات السيئة، راه الأنبياء وقع لهم نفس المعاناة، ما تفاجأش. ثم علمنا في سورة يوسف كيف نتعامل معهم من اللي دوز المدة ونعرفهم أدونا اش غنديروا معهم. يعني قال لهم في الأخير لا تتريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، يعني علمنا أننا لا نقابل الإساءة بالإساءة بل نقابل الإساءة بالإحسان. الإنسان اللي كيدير السحر هذا مسكين، هذا رصيده من الإيمان ضعيف، وإبليس تمكن منه وجعله طريقة ووسيلة سهلة لتنفيذ أغراضه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. والعلاج بنتي أمينة من هذا السحر، لأن كيد الشيطان كان ضعيفا والساحر لا يفلح حيث أتى، وطريقة للعلاج هي أن الإنسان يبقى أكثر من قوله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا مما يفك به السحر. السحر وصناعة هو عبارة عن عقد، من شر النفاثات في العقد، يديروا عقدة فعقدة فعقدة فعقدة، وكل عقدة يقولوا عليها ترانيم ويقولوا لها كلام، كلام ديال الجن، شمهروش قرقروش فرقروش برقروش ترقروش، وكيبقوا الخدام ديال الجن كينفذوا، كيكونوا خدام كيقوموا بهذه العملية. انت كتقول الله جل جلاله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. ومن أعظم الأسماء في هذا الموطن أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الكلمة ديال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم معناها لا تحول من حال إلى حال إلا بقوة دافعة من الله. وهذا معروف حتى في علم الميكانيكا أن كل فعل له رد فعل موازي له في القوة مضاد له في الاتجاه. فالسحر غنفكوه بهذه الكلمة الطيبة المباركة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وكيبقى يتفك عقدة عقدة عقدة. كل ما قلت هذه الكلمة الطيبة المباركة ربنا يفك العقد. ثم نقرأ دوما عند شروق الشمس وعند غروبها نقرأ الإخلاص والمعوذتين. وقد نزلت الإخلاص والمعوذات لهذا السبب، كان سيدنا النبي نفسه وهو خير البشر أودي من طرف إحدى السحرة، وكان اسمه لبيد ابن الأعصم، كان يهوديا، وصنع له السحر في مشاطته، في المشط بقايا شعره، وصار النبي الكريم دليه السحر ديال الهذيان، هو وحي من السماء يتكلم بالوحي، هو دليه سحر الهذيان. فكان النبي الكريم يقول كلام وبعد مرات يخالف الكلام، فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها لا تكتبوا عنه شيئا غير القرآن. فعلمنا الله تعالى بأن حتى النبي وهو خير خلق الله تعرض للبلاء وتعرض للابتلاء، فلا نيأس. ثم بسبب ذلك شرع الله لنا فأنزل آية الفك، وهي الإخلاص والمعوذات. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هناك مخلوقات شريرة، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. هذا الساحر ما سببه، ما هو الدافع عنده؟ هو الحسد، الحسد هو الدافع. دابا هذه السيدة إذا صدق بأنها وثبت بأنها هي الفاعلة وهي العمة ودمك ولحمك، ما الدافع لأن تقوم بهذا السحر؟ خاصة تحميك وتدافع عليك وتشكرك وتزينك. شكون اللي كيشكر العروسة؟ أمها وجارتها، كيقولوا أمها وخالتها والحزارة ديال جارتها، يعني كيقولوا كلام جميل واخا يكون عيب يستروه، فهي المفروض أنها هي تزيد من عندها. ولكن الإنسان كيدير الأداء، الدافع هو الحسد، حسد الإنسان كيحسد الإنسان. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقولي لا تتريب عليكم اليوم، الله يسامح في الدنيا والآخرة، وانت قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، وسوف تلقين التعويضات الإلهية. لماذا أقول لك ما تحسبيهاش وما تنتقميش منها؟ والأمر الثاني خلي أمرك لله. علاش؟ لأن يساوي ذلك أنك تفوزين بالتعويضات الإلهية. جميع المعاناة اللي دوزتيها تعوض عليها، قانون التعويضات الإلهية، صندوق تعويضات، تأخذ تعويضات عظيمة في الدنيا ثم في الآخرة. وإلى عوضك مولانا غادي يعطيك الخير الكثير 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 اللي ما يحلم به إلا المقربين إليه.
فأسأل الله تعالى بنتي أمينة الله يشفيك والله يعافيك والله يداويك. وهاد السحرة كنقول لهم راه النبي الكريم اعتبر اللي كيستعمل السحر وبغي أدي الناس فقد خرج من ملة الإسلام، فقد كفر بما أنزل على محمد، باع دينه ودنياه. وربي قال لنا ما له في الآخرة من نصيب، ما له في الآخرة من خلاق، ما عندوش النصيب، يعني باع كل شيء مقابل أشياء تافهة خدمة لإبليس وأعوانه. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع ويهدي الجميع إلى الصراط المستقيم، اللهم أمين يا ربي يا كريم. نتحول إلى أسفي، معنا سياسين. السلام عليكم استطيب دكتور كريمان. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كدير استطيب لبس عليك حفظك الله خويا، بارك الله فيك مولاي. لبس عليك الله يجزاك خير، عنا خير انتظار على البرنامج. وتحية ديالي يعني تقول لك جميلة لمستقبل المكالمات، الله يجزاكم بخير عنا أجمعين خير انتظار. نعم أمين أخويا، شكرا شكرا سيادة. جيت عندك كطيب قريبا تم الإذاعة، ولكن ما هذا ما لقيتش شي واحد تحت اللي غادي يوجهني من غادي ندوز ولا هذا ولا سليطة. ايوا قلت انا مرة أخرى إن شاء الله. مرحبا أخويا في أي وقت، احنا في الإذاعة دوما في الإذاعة، جزاك الله. وفي الاستوديو مباشرة دابا الآن، ولا النقل المباشر الصوت والصورة عبر الموقع الفيسبوك ديال الإذاعة. الله يجزيك بخير، يعني سليطة عندك. يا نعم سيدي مرحبا. الله يجزيك بخير، عنا خير الجزاء الطيب قريبان. وسغادي نقول لك بغيت ندير ان شاء الله واحد الدعاء لينا والمسلمين اجمعين. الله الله الله، احنا محتاجين لها خويا. المسلمين في هذه الليله ان شاء الله تعالى، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يكرمنا بصلاه نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه الذكرى المولد النبوي صلى الله عليه وسلم. يا رب ان يكرمنا بصلاته صلى الله عليه وسلم نبينا الكريم. يا وسياسين، احنا عارفينك انت واحد شاب مؤمن وصادق وعندك معاناة، ولكن انت من الصابرين. وحنا في ختام هذه الحلقة بغيت الناس كلهم يرفعوا أكف الضراعة إلى الله تعالى ويؤمنون على دعائك اللي غادي يخرج من صميم قلبك، وإن شاء الله يبلغ إنا عينين السماء، ويقول إن الله تعالى لأستجيبن لكم ولو بعد حين، ويبهبن الملائكة. فأسأل الله أن يحفظك. تفضل سي ياسين. يوسف انقطع الخط معذرة، أرجو أن تعود أن تعود. غادي يحاول أخونا سي سامي يعيد المكالمة من جديد. بغينا في ختام الحلقة أننا نسمع دعاء من أحد الصلحاء، وحنا نؤمن جميعا خلفه. سي ياسين كيقول لك سي سامي عود اتصل، لأن الأرقام كيعمروا. عود اتصل باش هو غادي يشدك وانت الأول بإذن الله. بغيناك ترجع لنا، وحنا نشتاق أن نستمع إلى دعاء الأحبة، هادو الناس اللي هم مكفوفين واللي هما وقت عامر بالقرآن الكريم والذكر، واللي هما قانعين بما قسمه الله تعالى، واللي هما كياخذوا الحياة بكل بساطة، ومتطلباتهم هي فقط ضروريات الحياة. الله يجعل البركة، والله يخلف، والله يسترنا جميعا، هكذا كلامهم بسيط جدا. وهؤلاء هم أحباب الله، قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون بضعفائكم، وإنما ترزقون بفقرائكم. داك اللي كتلقاه فقير ومحتاج وانت كتعتني به ترزق، به الله تعالى يرزقك ويعطيك ويوسع عليك. داك اللي في المحيط ديالك اللي هو فقير ومحتاج وكتلقى دائما لصق فيك اعطيني صوب ليا، الله تعالى هي كيرزقك من اجله. وداك الضعيف اللي كيحتمي بك، الله تعالى يقويك وينصرك به سبحانه وتعالى. فرجع اخونا ياسين. مرحبا سي ياسين. السلام عليكم سي الطيب دكتور قريبان. وعليكم السلام. معذره خويا معذره، احنا غنستمعوا للدعاء، بغيناك ان شاء الله تقول لنا واحد الدعاء مزلزل صادق من اعماق القلب، ونحن نؤمن خلفك ان شاء الله تعالى. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فقال ربكم ادعوني استجب لكم، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره. سبحانك يا ذا الملك والملكوت، سبحان الله الذي لا يموت، سبحان الله الذي يحيي الخلائق ولا يموت، ما
سبحان الله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه سبحان الله الذي لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الظنون ويعجز عن وصفه الواصفون سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله علانيته وسره لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت واصرف عنا سوء وشر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما أعطيت اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومن معافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك كما أنت أثنيت على نفسك نستغفرك اللهم ونتوب إليك إنك على كل شيء قدير اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عندنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل يا رب الجنة هي دارنا اللهم يا رب في ليلتنا هذه بذنب إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا من المسلمين والمسلمات يستمع إلينا الآن اللهم يا رب فاشفي بشفائك الحكيم يا رب فاشفي بشفائك الحكيم يا رب فإنهم صابرون على ابتلائك نحن عبادك والمسلمين عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك اللهم يا رب إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وكشف همومنا اللهم يا رب طهرنا من الأمراض وجميع المسلمين والمسلمات وجميع الأسقام وطهرنا من البلاء وطهرنا من الغلاء والوباء واجعلنا يا رب من الطاهرين المتطهرين الصالحين المصلحين الصالحين المصلحين الصابرين اللهم يا رب ارفعنا بالقرآن وبالصبر
اللهم يا رب ارفعنا بالقرآن وبالصبر يا رب. اللهم يا رب ارحم جميع أموات المسلمين يا اللهم يا رب اغفر لهم وارحمهم يا رب. وأكرم نزلهم يا رب. ووسع مدخلهم يا رب. وأكرم مثواهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا رب. اللهم يا رب انقل قبورهم إلى الحضور اللهم يا رب ألحقنا بهم مسلمين يا رب العالمين وألحقنا بهم مؤمنين اللهم يا رب اجعلهم من الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا رب إنا نسألك أن تكرمنا بلقاء وجهك الكريم اللهم يا رب نسألك أن تكرمنا بلقاء وجهك الكريم يا الله. وأن تكرمنا بلقاء نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه وأن وسلم. تكرمنا بلقاء نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه وأصحابه الكرام وعبادك الصالحون يا رب. اللهم يا رب ارحم حينا وميتنا يا كريم. اللهم يا رب ارحم حينا وميتنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب هذه السنين ترحل ونحن على خوف ووجل وفيك الأمل إلهنا يا حي يا قيوم يا ربنا ويا إلهنا ويا خالقنا ويا رازقنا يا رب. اللهم يا رب ارحمنا برحمتك الواسعة يا رب. اللهم يا رب ارحمنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويسر لنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم يا رب اجعلنا ممن يقرأ القرآن ويتلوه حق تلاوته ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه اللهم يا رب اجعلنا ممن اتبع القرآن فقادته إلى رضوانك والجنة يا رب العالمين ولا تجعلنا ممن اتبعوا القرآن فدخلوا في قطاعه إلى النار اللهم يا رب أجرنا من النار اللهم يا رب أجرنا من النار وجميع المسلمين والمسلمات يا اللهم يا رب اجعلنا ممن يقيم حدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده يا رب. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أمين. اللهم يا رب صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين جزاك الله ألف خير جزاك الله ألف خير جزاك الله عنا ألف خير الله يحفظك الله يرعاك الله يبارك فيك والله يبارك لك في العلم ديالك وفي الإيمان واليقين ديالك وكنطلب من السادة المستمعين جميعا نقولوا واحد دعاء محتاجين له كاملين نقولوا بصوت واحد اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.